قدام حضراتكم دي اسمها شيماء حسين، مديرة موقع تجهيز ألياف الموز، وهتشرح لحضراتكم مراحل العمل بعد استخلاص الألياف من الدرجة الأولى والرايش اللي بيدخل في صناعة الحبال. انتي تخرجتي من أدب صحافة جامعة بنها صح كده؟ أيوة. والنهاردة مديرة موقع استخلاص ألياف الموز. الموز دخلت ازاي القصة دي واشتغلتيها ازاي وتعلمتيها ازاي؟ فهمينا بالراحة. دكتور إبراهيم جاب الألياف وقال إن إحنا عايزين نصنعها ننظفها، فكان الموضوع في البيت الأول. الألياف جت ابتديت أنا بلتها وبقيت أطرحها بالمشط كده عادي، فلغاية لما وصلت النتيجة اللي هي تبقى نظيفة ننظف منها الألياف، بدأ بعد كده قال إن إحنا ناخد مكان. الموضوع كبر والناس بدأ يوزع المكان، فموضوع كبر فبقينا خدنا بقى المكان ده وابتديت أنا بقى نشتغل من هنا من المكان ده. بيجي بقى بتجينا الألياف بنستلمها من كل المواقع. هنا المكان الوحيد اللي بيستخلص أيوة الألياف النهائية. الألياف تمام. فبناخد الألياف بنستلمها وبنشوف الأول فيه في ساعات فيها بايظ، ده بنركنه على جنب. الألياف السليمة هي اللي بناخدها نبتدي نشتغل فيها بلها، وبتخش على مكنة التنظيف بلها أولاً. الأول تتبل وبعدين تتصفى شوية من المية وبعدين تخش على مكنة التنظيف عشان نشيل أي رايش أو شعر. أيوة لازم. تمام. وبعدين مكنة التنظيف تنظفها حاجات بسيطة كده، وبعدين كده بقى البنات بعد كده بيكاملوا تسريح بالمشط برضو فيها علشان تنظف وتوصل بقى لدرجة النقاء اللي احنا عاوزينها. بتحدد درجاتها ازاي بقى؟ حسب الشكل كده ولا ازاي؟ لا، بيبقى في رايش كده في قلب الشعرة بتاعت الألياف، فلازم الرايش ده ما يبقاش موجود خالص في الألياف، لازم تخلصي عليه. ما يبقاش فيها اي رايش خالص، تبقى سليمه كأنها شعر طبيعي كده، وبيخرج منها بالشكل ده على التصدير او المصانع اللي احنا بقى وظيفتنا احنا بس بنخرجه بهذا الشكل. بعد كده بقى التسويق بقى ده على تيجي عربيات تستلمه من عندكم خلاص. بالظبط كده. بتديكي قد ايه يوميا يعني؟ 100 كيلو في اليوم. 100 كيلو. تدريب الناس تم ازاي؟ والله الاول ابتدينا معاهم اسبوع بالألياف ووريناهم الطريقة إزاي، وبعدين بدأوا إن هم بقى يشتغلوا خلاص بعد كده عرفوا الطريقة، لأن هي مش محتاجة هي عملية صناعية معروفة خطواتها وسهلة. أيوة وبسيطة. أيوة بالظبط. طب بالزبط. ليه السيدات هنا مثلا في القرية هنا في مشتور أو في مدينة مشتور ما يشتغلوش مع كل سيدة ببيتها تاخد كمية وتشتغل، يعني بدل ما يجي الألياف دي من المزارع على هنا تروح على كل واحدة تشتغل كمياتها ببيتها؟ هو انا كده الافضل، لان هنا بيبقى فيه الميزان بنوزن الحاجات، ولازم انا كمان ابقى شايفه الالياف عامله ازاي عشان ليها درجه نظافه معينه مش اي حاجه. ويبقى كده افضل يعني. في حاجات نشرها جوه في حاجات نشرها في الشمس، الفرق مفيش فرق ولا حاجه، هو بس ما هنالك ان الحبال عايزين تبقى كميه كبيره عشان تاخد يعني. فاللي بينشف بنخليه يهوى بره شويه وبعد كده نجيبه جوه يكمل بقى بقيه ان هو الطريقه النشفان بتاعه.